لسه مكملين معاكم ومتابعتنا لتخريج الدفعة الجديدة من البرنامج الرئاسي للشباب لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ومعنا دلوقتي على زوم واحدة من خريجات الدفعة الجديدة وهي الدكتورة مروة محيي، مدرس بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان، وهي خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. صباح الخير. صباح الخير دكتورة مروة، وإزاي بدأتي محطتك الأكاديمية العلمية في الجامعة؟ في الجامعة أنا كنت الأولى على دفعتي بامتياز مرتبة شرف، وتم تعييني عام 2009 كمعيدة، بعدين وبتبقى عمل الماجستير ثم الدكتوراه، وحاليا أنا مدرس، وطبعا بتابع في أبحاثي لباقي الفرقيات زي الأستاذ مساعد إن شاء الله يعني. طيب، عايزين نعرف منك ايه الدافع اللي خلاكي تقدمي في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؟ البرنامج الرئاسي هو خطوة من الخطوات المهمة للتغيير اللي احنا كلنا بنلمسه في الوقت الحالي في بلدنا. التدريب بقى من أهم الأمور اللي بتقوم بيها أي مؤسسة علشان الاستثمار في العنصر البشري. البرنامج ده بيتيح فرص ليا اني اتعلم حاجات كتير جدا مش موجوده في برامج تانية. انا اتعلمت فيه على المستوى الميداني او الاكاديمي او غيرها من التطبيقات حاجات مهمه جدا بتبني فعلا الانسان وبتغير وجهه النظر وبتغير يعني وجهه نظر الشباب للافضل علشان يبقى في التكامل اللي بنسعى كلنا ليه في اي مؤسسه في البلد، علشان يبقى كلنا عندنا رؤيه واحده ونشتغل على وتر واحد يحقق اهداف الاستراتيجيه 2030 او غيرها من الاستراتيجيات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحققها في مصر. طيب، وازاي هتقدري توظفي دراستك العلميه مع اللي اتعلمتيه في الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب؟ الحقيقة أنا اتعلمت حاجات كتير جدا، سواء كانت مرتبطة بالتخصص بتاعي ارتباط مباشر أو مش مرتبطة ارتباط مباشر بيه، ولكن أنا كتخصص إعلام، هو الحقيقة أن الإعلام زي ما حضراتكم عارفين هو يعني المفروض أنه بيدخل في أي مجال من المجالات ولازم نكون عارفين عنها بشكل كويس. فأنا بالنسبة لي كم الهائل من المعرفة والتعلم اللي أنا استفدته هو يفيدني في المجال بتاعي بشكل كبير. مجرد اصلا التغيير في انماط شخصياتنا للافضل، المهارات القياديه، المهارات اللي اكتسبناها كلها هي مفيده لاي شخص في اي مجال وفي اي مؤسسه. طيب، ايه التدريبات العمليه اللي اشتغلتوا عليها في الدفعه الجديده من البرنامج الرئاسي داخل الاكاديميه الوطنيه؟ ويا ريت تكلمينا اكتر، هل كان في مثلا محاكاه للواقع؟ هل كان في ورش عمل؟ هل كان في برامج للتنميه البشريه؟ يا فندم، كل اللي حضرتك ذكرتيه هو فعلا كان موجود. ابرز البرامج التدريب الميداني اللي احنا كلنا عملناه من خلال السفر لمده شهرين في محافظات مصر جميعا، كنا تحت يعني دوامين عام المحافظات في كل مصر، كنا بنتدرب على مدار شهرين، بنعرف ايه اللي بيحصل في المحليات، كنا بننزل المواقع بتاعه كل محافظه. الحقيقه كانت تجربه ثريه جدا وتعلمنا فيها كتير. طبعا في محاكاه قمنا بيها يو ان، وقمنا بمحاكاه لمجلس محافظين. في طبعا برامج تدريبيه كتير جدا خدناها في مختلف المجالات ومختلف المستويات، وكنا بنعمل لكل بيلر تقريبا في الاخر زي مشروع ان احنا بنطبق اللي احنا درسناه علشان نخرج باقصى استفاده ممكنه. اخيرا، توقعاتك لمستقبل وقوه شباب مصر بعد الدراسه في البرنامج الرئاسي؟ لا طبعا، هي التوقعات اكيد لازم تكون ايجابيه جدا، لان على مدار السنه كامله مثلا حضرتك بتتدرب على كم هائل من المعرفه والمعلومات بشكل مكثف وبشكل يعني حازم، وبيهدف دايما للتطوير المستمر. ف طبعا في مهارات سواء يعني سوفت سكيلز هي بتتحسن، مهارات على المستوى القيادي والاداري بشكل كبير، كان في اهتمام كبير بمجال الاداره،
وغيرها من كل المجالات اللي احنا ممكن نستخدمها علشان تفيدنا في مجالات عملنا او اللي ممكن يؤهل ليه منصب ما. فطبعا ده بيخلي كمان في تكامل في الرؤية وفي الهدف اللي الناس كلها شغالة عليه علشان نطلع في الآخر بإطار واحد في ضوء الهدف اللي احنا عايزين نسعى ليه دايما، في نكون في افضل حال بالنسبة للبلد وما شكرا. نشتغلش في جزر منعزلة. نعم، بشكرك شكر جزيل. الدكتورة مروة محي، مدرس بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة القاهرة، أيضا خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وصباح الخير.